مشهد العلم يوحي بأنه استبدل حديثا تماشيا مع حداثة المركز الصحي، لكنه على العكس من الواقع، فلا يتزين قسم الرعاية الصحية في منطقة الإبراضعية مركز البصرة إلا بالأوساخ والإعلانات المكتوبة بهذه الطريقة التي تعتبر من أدلة إهمال المراكز الصحية الحكومية وتأثرها بتركة فساد القطاع الصحي منذ عام 2003. الخدمات زيرو صفر طبعا، عكس العيادات الخاصة طبعا. هذا الشيء يعني اسمح لي يعني يرجع ورا الطبيب طبعا. هسه انا جيت من المستشفى ما حصلت، اشتريت من الصيدليه، وطبعا هو والاسعار كلش غاليه. المنظومه الصحيه اذا تنظر للدكاتره بشكل شخصي، اكو دكاتره زينين وتعاملهم حلو، بس كمنظومه منظومه فساد اداري من الجهات العليا. وكانها في دوله اخرى، المجمعات الطبية الخاصة مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، فلا مقارنة بينها والمستشفيات الحكومية، واقع يجعل المواطن يراجع العيادات الخاصة مجبرا لا بطلا. أنا هاي عيني رحت أسوي لها عملية بلاش، ما سووها لي بالمستشفى، رحت وين على حسابي سويت هاي، وحين ما شوف بيها ما يبيع، شوفها 750,000 سويتها. دكاترة يتعاونون، لكن دكاترة لا والله نار كبرى، تراجع يعني اللي عندك والما عندك الذبة، والله احنا نوجه يعني نأيس من الصحة. اتفاقية بين الصيدلية والعيادات كلش، اتفاقيات على الوصفة. اتفاقية نسبة شنو؟ قاعد ببلاش الدكتور، وين اكو ببلاش قاعد الدكتور؟ اكو نسبة لازم، شعة والسونار كلها نسبها. وإضافة لاستغراب المواطن، يتساءل المختصون بالمجالين الطبي والهندسي عن سبب التلكؤ بإنشاء المستشفيات الحكومية مقابل السرعة بتشييد المجمعات ذو الخدمة الطبية الخاصة مقابل أسعار باهظة تثقل كاهل المواطن. المواطن البصري يناشد لإنقاذه من جشع القطاع الطبي الخاص، فلا يستطيع الجميع دخول البورصة الطبية لإجراء عملية أو لشراء أدوية أو فحوصات طبية لازمة بعد إهمال المستشفيات الحكومية وتجريدها من الخدمة الطبية المطلوبة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.